انا من جيل الحضاره مولانا قال بلك بان ذكرات من بعد مؤمنين مولانا قال بلك ناني معدل ابوه يكسب ويقول الذكره غير قالوا البيضان حنعرف فيها ذكر ما يفرقوا فيها السودان البيضان انا ندور نقول قال الله بيدنا عفو مالك نفسه مولانا قال تبصرة وذكرى لمن كان له قلب والقسم أو وشهيد هذه البيضان اللي متمون كيف لبراكنا 1200 متر قطر حراطي يشتغلوا بالبيلات وملاتهم يشتغلوا بيات وهذا شنيران البيضان اللي يعطي الخطوط للبيضان ولاد عمه وهذا الإمام اللي يأمفون الناس ما يقول قال الله ولا يقول قال الرسول نحن راعينا هنا ننتصر أو نموت نحن وقفنا برامة على حدو وقالنا عنا ما نظلمو أبيا وكحل واحد عند مولانا بينانو في خاب الصور فلا أنساب بينهم يومين ولا تسألون وانتو ما تقولوا الخيمة كبيرة لا بيضاني مولانا يقول يا نفسي قومي لما خلقت له وخلقت للشد لا لله واللعب انتو ما تقولوا الخيمة لا بيضاني جنرالات بيضان وكلالات بيضان والثروة عند البيضان والاقتصاد عند البيضان ومولانا يقول فمن ثقلت موازنه فاولئك المفلحون ومن خفت موازنه فاولئك الذين خسروا انفسهم في شر ما خالدون حبسه لاك فيه 12% من تركه الحراطي وخمسه من تركه البيضان ونحن نحبسنا عنه قلنا قال الله قال الرسول جينا والحبيب الرحمن فاتن بين وكان ما جينا عند الحراطي من موالي لا تمسني خلي البيضان يحبسوني خلي لا تمسني خلي البيضان انا نقول كلمه الحق ما قد تحكمني سمعت انا ما قد تحكمني شويني راد اللي قابلها ما نسمعكم انتم شتوا ماكم السلطه السلطه في مال البيضان انا اللي نقول قرار الرسول انا اللي نصدقون اللي نقول قرار الرسول سمعت الحين الصدي انشو الارض يا ظني يا ولاد عمي حنشوف 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 حنش